وسط صحراء لا ملامح للحياة فيها، تتواصل معاناة آلاف السوريين في مخيم الركبان، ممن رماهم النزوح بين خيام ليست كالخيام، وحياة بطيئة يحصون فيها ضحايا جوعهم ومرضهم كلما أشرق صباح أو أسدلت ستائر المساء. وحتى هذه الحياة غير الإنسانية، ثمة من تربص بها من بعيد، كروسيا التي حددت مهلة لإخلاء الركبان من ساكنيه ضمن خطة ترمي إلى تفكيكه وإعادة نازحيه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث تزدهر الاعتقالات وإخفاء المعادين لمناطقه، كما أكدت مراراً منظمات حقوقية. قناة روسيا اليوم نقلت عن رئيس مكتب التنسيق الروسي أن الخطة ستبدأ في 27 من أيلول الحالي، وأن موسكو تلقت من الأمم المتحدة ما سمته خطة دقيقة لإخراج المتبقين من نازحي المخيم. عملية اجتمعت عليها الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تنص على إخراج من تبقى من النازحين على مجموعات خلال مدة 30 يوماً، تنفيذاً لتفاهم روسي أردني في نيسان الماضي، وهي مبادرة قوبلت بالرفض من هيئة العلاقات السياسية في المخيم في آب الماضي، معللة رفضها بأن الأمم المتحدة قد أخلت مسؤوليتها تجاه النازحين الذين غادروا المخيم باتجاه مناطق النظام، ورفعت يدها عن حمايتهم ضد ما قد يتعرضون له من أعمال انتقامية أو اعتقالات أو زجهم في الخدمة الإلزامية. رفض السكان إذن للمرة الثالثة أو العاشرة ربما تلك الإعادة القسرية التي من شأنها تركهم بين خيارات مريرة للغاية، إما بقاء تحت لهيب الصحراء في مخيم تعجز البشرية عن صنع نسخة ثانية عنه، أو ولوج داخل عربات الترحيل إلى سجون النظام أو جبهات القتال معه ضد بقية السوريين.